شوف اخوان، هذا جسر 50 صعدنا له مرة من المرات اللي متابعنا بالفيديوهات، وهسه حنصعد للنوب ان شاء الله نشوف تقدم العمل. شغالين بالشتر والديكسلاب. اعمار جارية على قدم وساق، هذا تقاطع جسر يمر من فوق الطريق او يمر من تحت طريق من تحت الجسر. شوفوا هذه اعمال الشفر. شوف هنا اخوان تضبيط نقاط الاتصال مع النصف الثاني من الجسر، تضبيط الشتر بالكامل حسب المخططات حسب الديزاين. هذه البيرنج باد الوسطية اللي هي فوق الفايلة او نقول عليها الروافد بالعربي. هذه الجهة لسه ما تسكرت. طبعا اكو ثلاثة بيرنج باد، وحدة هنا ووحدة بالبيم على البيم الوسطي ووحدة على البيم الاخير الطرف الثاني. هنا على الابارتمنت موجودة ثلاثة. خلينا نعبر هاي الشربكة وارجع اصور لكم اياها ان شاء الله. وعبرنا بسلام. شوفوا اخوان، هذه الاولى وهاي الثانية البيرنج باد وهاي الثالثة. وقلنا المقطع الجسر مع الأباتمنت مايل، إذا هذه البيرنج باد حتكون بأربع اتجاهات. عمليات تركيب الشتر واستكمال تركيب الشتر. هذه الابارتمنت هنا سيتم استكمال عمليات الدفان. هذا الجسر وهذا التقاطع وننزل. شوف اخوان، هاي ما بيها بسامير، هي مثل المخالب تندق على الخشب وتثبت الجوينتات. احاول اوصل الكاميرا الها على مود تشوفوها. لاحظ اخوان،
الى موقع اخر اخوان. هاي السيارة هناك واقفة، هاي مدينة جنب العمل، جنب موقع العمل. شوف اخوان، عندنا هنا جسر 87 بعد من تمت اعمال الووتر بروف بالكامل. الان المقاول الفرعي، المقاول مقاول الخيام يقوم برفع الخيمة بعد ان تم انجاز اعمال الووتر بروف بالكامل وتجنب مياه الامطار. شوف اخوان هنا شلون الفرق بين، او شلون الووتر ستوب موجود على الكونستركشن. جديد شوف، يعني هذا الاكسبنشن جوينت ايضا من الوسط بربر يربط الجهتين، وعلى على حسب سلوب الطريق يصرف الامطار للجهة الثانية. السلوب طبعا على جهة اليمين. لاحظوا اخوان، عندنا هذا احد الجسور تم اعمال الووتر بروف في منطقة تمديد الكابلات على الطرفين، وهذه فتحات تصريف مياه الامطار اللي هي حتكون مثل الشتراسن لوف. هنا عمليات الدفان مثل ما تشوفون. شوف جنب الجسر تكون مواد جرانولار، يعني مثل السبيس، يكون نسبة الكلي بها قليل. فاتحين طريق طبعا للمعدات تجي تنزل المواد. عملية الدحل بالبيبي رولر، شفوس بيبي رولر. نلاحظ المعدة شغالة بالريموت أو جهاز تحكم. والإكسكيفيتر تقوم بأعمال الدفان. وهذا المنظر من حوالينا. الجسر يعبر من فوق طريق مثل ما تشوفون. وهنا عندنا شطباند، لام شطباند، جدار الواقي من الضوضاء او تقليل الضوضاء. هاي اعمال ووتر بروف. البيتش بورد راح يجي بعد هذه الطبقة، ومن ثم منطقة طبقة بيتيومينيز ماتيريال و 3 ام ام اجريجيت. ووتر بروف انتهى الطبقة الأولى. الآن تجهيز الطبقة الثانية، هاي الاكسوست اللي تسحب الروائح. يجهزون البيتش بورد. Thank you.
الميكروفون. الجهة الداخلية خشن، وهذه الجهة اللي راح تلزق على الدشبورد. كم روبلين؟